أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الحكم في من إذا سئل عن بعض الصفات قال لا أدري؟ إن كان إنه ما تعلم يقول لا أدري، أما إن كان متعلما ودارس العقيدة فهو يبين ما عنده من العلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.